اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من الساده الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور استاذ حسام. اهلا بيك عودة حميدة. الله يخليك. الله يبارك. ده احنا كنا مفتقدين واكيد المشاهدين يعني كانوا بيسالوا. معلش يعني انقطاع طويله شويه، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحاول نعوض بامر الله. الحمد لله الحمد لله. طبعا انا اتمنى بحاول اخطف ولو ثواني او دقائق قبل ما الاتصالات تهجم علينا او تخش. كنت عايز اسال يا دكتور، هل في اي بشرة حلوه لمرضى السكر ان يقل عدد مرضى السكر، وخاصه في مصر بعد ما سمعت يعني رقم مخيف تقريبا 39 مليون نوع تاني تقريبا مريضين بالسكر في مصر، أو 5 مليون من النوع الأول، وإن مصر أصبحت بتصرف حوالي مليار دولار سنويا على مرضى السكر. هو العدد فطبعا العدد، هل اللي يعني أنا بسأل السؤال لأني خوفا من يعني هل في السنين القادمة وخاصة مصر والشرق الأوسط عامة أو العالم كله، هل نقدر مثلا في اي فكره او اختراع يقلل هذا؟ في حاجات بس زي ما بيسموها في البايب لاينز. كلمه بايب لاينز يعني لسه في بوبه الاختبار. تمام. واحنا مش زي الجماعه اللي هم بيشتغلوا اعشاب وحاجات زي كده، ان احنا بنحاول نسبق الاحداث، يعني عشان دواء ينزل الدواء دول مراحل طويله جدا جدا عشان يعني يعمم او ياخد تسجيل ان هو نوصفه للمرضى. تمام. وقبل ما يتوصف المرضى بنمر بمراحل معملية، وبعدين تجارب على الحيوانات، وبعدين متطوعين من البشر، ثم يعني يبقى استعماله شائع. والشيوع هنا بيبقى تحت دراسات يعني حسيسة ومستميتة ومتفانية للتدقيق على مدى يعني كفاءة هذا العلاج وخلوه من المضاعفات او الاثار الجانبيه. تمام. دي بلايين البلايين بتتصرف. تقوم انت تلاقي، يمكن انت حضرتك بقى خليتني يعني اتذكر، تلاقي واحد واعد ضارب سيجارتين. تمام. ويقول لك حط مش عارف القرف على كذا، ويحلف بالطلاق على مراته ان هو كانوا ناس وقف لهم الانسولين ووقف لهم دواء السكر كلياتها. هذا الناس لا، ما هو الفكره ان دول اشباه اطباء، هم اطباء ومعاهم بكالوريوس طب، لكن بيستقوا معلوماتهم من القراية. زي ما أنا مثلا أكون بأجيد قراءة اللغة العربية وأقرأ في السياسة، هل أبقى راجل سياسي؟ لا طبعا. لا. السياسة خبرة. خبرة صح. وفطنة. تمام. وإن أنا أقرأ عنيك وأنت بتتكلم. صح. أخبار حضرتك. لكن هو بيقرأ الطب من الكتب والمراجع لأنه يمتلك مفردات اللغة الطبية والمصطلحات الطبية. ومن ده كتير. والناس دي للاسف يعني لهم يعني اذا بيقولوا عندهم انتشار واسع جدا، لان البشر بيحبوا المعلومه البسيطه اللي هي فيها تفاؤل ولو كاذب، وكلنا بنحب كده. فهم بيلعبوا على الوتر ده يا استاذ حسام. يعني يجي شوف، انا بقول لك عشان دواء ينزل ممكن يكون تحت الدراسات لمده 10 او 15 سنه، وبعد ما بينزل ربما بيتشال الدواء ده تاني. تمام. بعد سنه ولا اتنين من شغله. ناخد اول اتصال. استاذه داليا من الجيزه، السلام عليكم. الو، عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اتكلم مع الدكتور. اتفضلي يا فندم. علي. معاك يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا عندي انيميا، عايزه حاجه ليها. انت على طول خاسه كده، وشي على طول خاسس كده وما بتخنش. يعني انا الاول كنت كان جسمي مليان، فجاه خسيت خالص بقى وما بزيدش. سنك كم سنة يا داليا؟ نعم؟ عمرك كم سنة؟ عندي 24. أنسة ولا مدام؟ لا مدام. مخلفة؟ عندي طفلين. مين اللي قال انك عندك انيميا؟ انا عملت تحاليل. طلع الهيموجلوبين كام؟ 9. لا 9 ده خطير. الدورة بتجيلك؟ انا لسه والدة، فلسه ما لسه. طيب يعني انت بترضعي نظيف ولا بترضعي مع دوره؟ لا برضع مع دوره.
كمية الدم عادية ولا زيادة؟ يعني انا لما ولدت المرة دي ما الدم قليل قوي، ما نزليش دم. طيب هتعملي لي حاجة قبل ما ندي أي دواء، وكلمي لي الأسبوع الجاي. هتعملي حاجة اسمها معدلات الحديد في الدم، وحاجة اسمها توتال ايرن بايند كاباسيتي، وهتعملي حاجة اسمها فيريتين، ده عين الدم. التلاتة دول تعملهم لي، إلى جانب نسبة الهيموجلوبين أقدر أوصف لك العلاج إن شاء الله. ألف سلامة. تمام، شكرا يا أستاذ داليا، شكرا. اتفضل يا دكتور. فحضرتك الجماعة اللي هم مش عاوز الطب، مبسط الطب، بيلعبوا على نقطة، هم بيجتزئوا الكلام، وانا في دماغي واحد معين وهو بيتكلم. تمام. اجتزاء الكلام ازاي؟ ان في ادويه امراض كتير بفضل الله تعالى بتتخف لوحدها من غير اي حاجه، من غير اي حاجه، بس الدكتور النابه اما يروح له الحاله دي مش يسيبها لوحدها كده، لا بيوصف لها علاج، واخد بالك؟ وهم كانوا بيتكلموا على الفشل الكلوي، الفشل الكلوي تحديدا، ما انا حكيت له الفشل الكلوي والسكر. تمام. حد جالك؟ ناخد اتصال ماشي، عشان معنا. كمان احنا عندنا تليفون واحد النهارده. استاذه اسماء، سلام عليكم. ايوه حضرتك. السلام ورحمه الله. الو. اهلا يا اسماء. اتفضلي يا استاذه اسماء، الدكتور معاكي. ايوه يا دكتور. اتفضلي. دكتور انا بيجيلي وجع في بطني كده. نعم. من تحت صدري. والوجع ده على طول معايا. يعني فم المعده يا اسماء، في وسط البطن من فوق؟ لا، من الجنب. اليمين ولا الشمال يا اسماء؟ الجنب اليمين. سنك كام سنه؟ 23 سنه. 43؟ 23. 23. متجوزه؟ ايوه. عندك اولاد؟ اه عندي ولد. وزنك كام كيلو؟ 75 كيلو. معقول يعني. الالم بيجي وبيروح ولا ثابت على طول؟ بيجي وبيروح. مغص ولا تقل ولا ايه بالظبط، شكله ايه؟ لا تقل بس. طيب له علاقه بالاكل؟ لا ملوش علاقه بالاكل خالص. يعني بيجي لك وانت جعانه وبيجي لك بعد الاكل ولا ما بيجيش؟ لا بيجي لي بعد الاكل عادي، بكون اكله وشبعانه عادي بيجي لي. عاده بعد الاكل، يعني له علاقه حتميه بالاكل محدده؟ لا. لا لا ملوش علاقه ان انا اكل او مش اكل. بقاله قد ايه الالم؟ حوالي شهر كده. طيب بص، هتاخدي حاجه اسمها رواكول. رواكول؟ اه، واخده بال حضرتك، ده حبايه قبل الاكل بساعه 3 مرات في اليوم، احتمال أيوة. تخفي، لو ما خفتيش يبقى هتعملي لي اشعه تلفزيونيه على البطن وانت صايمه الصبح، وتكلمي الاسبوع الجاي. الف سلامه. شكرا استاذه اسماء، شكرا على الاتصال. احنا عايزين ننوه بس ان احنا القناه بتاعتنا على اليوتيوب، يمكن المخرج بس لو تفضل ان شاء الله يحط اللوجو بتاعها. قناه اسمها ايه يا استاذ حسين؟ هو للساده المشاهدين يعني تنويه بفضل من الله ان الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، ان اتفتح قناه كونسولتو، وهيبقى بس مباشر على النت اليوتيوب او على اليوتيوب، وإن شاء الله أول حلقة هتبقى يوم الخميس الساعة 9 مساء الموافق 3/9 اللي هو الخميس اللي جاي. وده طبعا الدكتور محمد تفضل مشكورا أني يعني صانع هذه القناة، لأني المكالمات ما بنقدرش، يعني أنا نفسي شاهد من الشاهدين، ما بنقدرش نستوفي باللي حتى المعد بيقول لي او المخرج بيقول لي ده انت ممكن يكون في الوفات من المكالمات، بس مش هنقدر ناخد اكتر من 20 مكالمه. طب بس حضرتك هم هيجيبوا القناه ازاي؟ ممكن يعني هي هيخش على اليوتيوب اللي هي علامه اليوتيوب الحمراء دي، وبيخش عليها وبعدين بيكتب في البحث قناه كونسولتو زي ما مكتوبه على الشاشه. تمام. يعني برضو يا ريت كل شويه المخرج يحط لنا كده، فهيلاقينا ان شاء الله الساعه 9 ان شاء الله يوم الخميس، يوم الخميس الجاي ان شاء الله مساء. تمام. ممكن بقى معلش هيبقى بس لسه تجريبي، فهنبقى ممكن بقى وهنحط تليفون على فكره اكيد، يعني عشان يتصل يبقى كان زي بالظبط زي الحلقه زي هنا كده بالظبط. فاللي ما يلحقش يبقى يجي لنا في الوقت ده. طيب ناخد اتصال تاني يا دكتور. استاذه حنان من المنصوره، سلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أيوة. عايز اتواصل مع الدكتور بعد اذن حضرتك. اتفضلي حضرتك. والله يا دكتور محمد انا مريضه ضغط وسكر،
اتفضلي. وعندي منتظمة في علاج الضغط الكونكور 5+ مرتاحة عليه. أما السكر بقالي سنتين اتنين باخد نوع اسمه جلوكوفان 500/5 بس مش مرتاحة عليه نهائي. ومن فترة للتانية بعمل تحليل صايم وفطر وتراكمي، لسه محللة من حوالي 15 يوم التراكمي بتاعي 8.9، ومش حاسة بأي تحسن. والصايم 150 والفطر كان 257. هل اغير العلاج ده من نفسي؟ ورحت للدكتور 3-4 مرات قال لي لا هو ده مناسب. فانا عايز نصيحه سعادتك يا فندم. الوزن قد ايه؟ وزن حضرتك قد ايه؟ انا وزني 105. وزني 105 وسني 58 سنه. طيب بتاخدي حضرتك جلوكوفانس حبايه ولا حبتين في اليوم؟ حبايه واحده على الريق الصوتي. طيب بيتعبك ازاي؟ نعم؟ يعني انت بتقولي بيتعبك في شكل ايه يعني؟ ايه شكل التعب اللي بيجيني؟ بحس ان انا دايخه و ما انا هقول لحضرتك دايخه وبحس عرق جامد وجسمي كله بيبقى ساقع مثلج. طيب خلاص العرق ده بارد صح؟ ان انا مش شايفه. طيب انت دلوقتي لما يجي لك الحاله دي تحللي سكر في البيت بالجهاز وكلميني الاسبوع الجاي. مش هقدر اديك اي علاج دلوقتي ان هي ده احتمال. اتفضلي اقفلي واسمعني بالتلفزيون. شكرا شكرا استاذ حنان. هو دلوقتي احتمال كبير انه يكون لما بتاخد الدواء بيجي لها هبوط في معدلات السكر، وما بيجي الهبوط ده بيبان في صوره العرق البارد اللي عندها ده. ده بيخليها تجوع تقوم تاكل تاني، فتاخد الاكل ده يخليها السكر يعلى تاني. يعلى. واخد بال حضرتك؟ وتتخن. فاحنا لازم نتبين هل العرق اللي بيجي لها ده سببه انخفاض معدلات السكر من عدمه. لو طلع انه منخفض يبقى احنا هنظبط حاجه، ولذلك لازم تقيس السكر لازم الحاله دي في الجهاز اللي عندها الصغير كده على طول. تمام. واخد بال حضرتك؟ احنا نيجي بقى لموضوع اكتزاء المعلومه الطبيه. يعني ايه اكتزاءها؟ يعني ان انا اخبي على العيان حقائق علميه مسلم بيها كنوع من الدهاء العلمي. ما هو الفكره ايه يا استاذ حسام؟ اتفضل يا دكتور. زي احنا للاسف الشديد بناخد العاطفه بتاعه البني ادمين عن طريق الدين، عن طريق السلوك، عن طريق ان انا رجل خير. فاسهل حاجه ما كما في الاسلام السياسي بقى في الاسلام الطبي والاسلام الاقتصادي والاكساب التجاري. واخد بال حضرتك؟ وللاسف اللي بيسموهم المتاسلمين. اسهل حاجه حضرتك ان يبدو عليك صفات الورع والتدين وتنتهي الطب. فالناس بتجي لك بالعاطفه، ويبقى انا وانت عشان احنا ما عندناش دقن يعني اقل طبعا. اهميه ده عاطفه من غير حاجه يعني. واخد بالك؟ ويأثر الجلابيه ما فيش داعي، او يلبس بدله واسعه. واخد بالك حضرتك؟ ده بقى ياخده سياسيا مره، ياخده اقتصاديا مره، ياخده تجاريا مره، ياخده طبيا مره، والناس دي بتخبط وتبقى تطيح في الدنيا. طب ناخد ام محمد؟ خد ام محمد. ام محمد سلام عليكم. الدقهليه ام محمد. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا ام محمد الدكتور معاكي. لو سمحت انا عندي انيميا، نفس المشكله برضك اللي كانت كلمتك. عندي النسبه 8.8 ونسبه صديد عاليه، وبرضك عند اولادي برضك الانيميا دي. صديد في البول؟ فمش عارفه. طيب حضرتك سنك كام سنه؟ انا 28. الدوره بتيجي منتظمه وكميه الدم كتير ولا عاديه؟ لا بتيجي منتظمه، بس عاديه عشان الوسيله اللي انا مركباها يعني. الدم كميته يعني عاديه ولا زياده عن الطبيعي؟ يعني الساعات مره كده ومره كده، بعد مرات يعني تبقى كتير بس يعني اصل انا مش عارف الناس كلها عماله تقول لك الهيموجلوبين 8.8 و9، دي ارقام انا مش مصدقها. ممكن تكون التحليل غلط. انا يعني بيجي لي حاجات يعني لما اكون واقفه الاقي ضغط، لو عملت حاجه تلاقيني هبطت بسرعه، يعني بيجي علي اعراض. طيب يعني اصل انت حضرتك دلوقتي كل الناس بتعالج بالحديد، والحديد ده لو اداناه غلط هيترسب في الكبد وممكن يترسب في نخاع العظام ويعمل لنا مشاكل. فانت هتقيسي لي الثلاثه اللي انا قلتهم ليها وتكلميني الاسبوع الجاي، اللي هو مستوى الحديد في الدم، حاجه اسمها توتال ايرن بايندنج كاباسيتي، والفريتين. والثلاثه دول حضرتك يكتبهم لك بالعربي عشان تعرفي تبلغينا، واما يطلع النتيجه انا هحط حاجات معينه تانية، لان هنشوف الموضوع اللي هو الانيميا اللي ماليه مصر اليومين دول دي.
تمام، شكرا ام محمد على الاتصال. دكتور استاذنك نطلع فاصل اتفضل يا فندم. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. المشاهدين ورجعنا مره تانية بعد الفاصل. اهلا وسهلا، انا دكتور مره تانية. الله يخليك. على طول على السريع الاستاذه فاطمه مستنيه. استاذه فاطمه من سوهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازاي حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله، اتفضلي الدكتور معاكي. الله يخليك. يا دكتور انا كنت بحس بنشف على طول، بيجي ناشف وكان الم في جنبي، وبعد كده هو رحت للدكتور مثالي فقال لي اعمل اللي هو السكر التراكمي، فعملته فهي طلعت النتيجه من 7 ل3 شهور، يعني 7 و6.5 و8. رحت للدكتور باطنه وكتب لي على ان انا اخد غلوكوفاج، وبعد كده بدلته بكيلوفاج، فحاليا انا ماشي عليه. بس انا عندي مشكله تاني، اللي هي المشكله ان انا بحس ان انا لما اجي اكل الاكل بيطلع لفوق لحد مرافيني او بيوصل لحد وداني، وبحس بالام في ظهري. فانا رحت الدكتور انف واذن وكده، وبعد كده قال لي اعمل اللي هي اشعه بالصبغه، عملتها ما طلعش فيها اي حاجه. بس في حاليا قال لي اعمل رسم اللي هو للزور نفسه يعني. فانا عايزه اسال حضرتك اعمل ايه بالظبط يعني؟ يعني انت دلوقتي شخصوكي عندك سكر. اه. وادوكي جلوكوفاج او سيدوفاج. ايوه. كم حبايه في اليوم؟ باخد حبايه واحده. 1000 ولا 850 ولا 500؟ لا حاليا سيدوفاج 850. حبايه واحده في اليوم. اه. واخر انت بتقولي شخصوا السكر من امتى؟ 3 شهور التراكمي. التراكمي عملتيه مره واحده؟ عملته مرتين. الفرق بينهم قد ايه؟ 3 شهور حضرتك. يعني عملتيه من 3 شهور وعملتيه اول امبارح؟ لا انا عملته 3 شهور، وبعد كده استنيت 3 شهور تاني عملته يمكن من شهرين او 3. يعني انت بقالك سكر، بقالك قد ايه عندك سكر؟ يعني تقريبا بتاع 6 شهور حاليا. امال قلت 3 في الاول ليه؟ عشان الناس بس تعذرني، اعمل انا ايه في الدنيا دي؟ لا ما انا بقول لك انا عملت الاول 3 شهور حضرتك. ما حضرتك قلت عملت مرتين، يبقى مره في بدايه المرض ومره بعدها ب3 شهور، كلام منطقي ولا ايه يا بيه؟ صح. التاريخ حضرتك 5/11 اول واحده. طيب اول واحد 5/11 السنه اللي فاتت طلع كام؟ طلع حضرتك 7 اول شهر، ثاني شهر 6.5، الثالث 8. يعني ده زاد. نعم. يعني تالت عينه طلع 8 الهيموجلوبين A1C اللي هو التراكمي. اه تمام. ايوه 8. يعني بيزيد. اه. طب السكر الصائم بيطلع كام؟ ما عملتش حضرتك صائم. بص سيبك من التراكمي ده كلام فارغ، ونص التحاليل التراكمي بتطلع غلط. فاحنا هنرجع تاني لزمان، جهاز من ارخص الاجهزه نجيبها. ونعمل السكر فيه 7 مواضع هنقولها بعد. طب اقفلي حضرتك وانا هجاوب سيادتك. ماشي شكرا استاذه فاطمه. هو احنا دلوقتي هي عندها الالام وبتطلع على الزور وكده، الجلوكوفاج او السيدوفاج ممكن بيعمل اضطرابات في وظائف المعده وممكن يدي الام. تمام. فاحنا هنجرب حاجه اسمها هيستاك 300 مللي جرام حبايه قبل النوم لمده 15 يوم. هيستاك 300 مللي جرام حبايه قبل النوم لمده 15 يوم. واما تنام ترفع السرير شويه، يمكن يكون في ارتجاع في المريء، ده احتمال ممكن يكون موجود. وانها ما تاكلش بعد الساعه 6 مساء، وتبعد عن القهوه والكوكاكولا لو كانت بتشرب الحاجات دي. تمام. عمليه الهيموجلوبين A1C او التراكمي ده فيه جزء كبير جدا خاطئ في التشخيص في العلاج. تمام. قصدي يعني لانه المعامل مش دقيقه. فاحنا نرجع تاني، معلش انا عارف ان عندك اتصال. لا ما فيش مشكله. اه هنرجع نقول حضرتك الجهاز الرخيص بالشرايط الرخيصه هنعمل 7 مواضع، نعمل تحاليل مش كل يوم هنعمل السبعه. تمام. نعمل 1 ولا 2 يوم ويوم حتى. صح. في قبل الاكل 3 مرات، يعني قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء. في 3 مرات بعد الاكل بساعتين، بعد الفطار بساعتين، بعد الغداء بساعتين، بعد العشاء بساعتين. يبقى كام عينه لحد دلوقتي يا ريس؟ يبقى كده، يبقى كده 6. ايوه كده صح. ايه ده، ايه ده، خدت التوجيهيه؟ لا 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 انا واخد برشام الاصطاع بالمطلع. اه يا حبيبي. يبقى ناقص واحده. اه الواحده دي في الفجر. تمام. مش لازم نعملهم، هو ده المقياس بتاعي. نسيبنا من التراكمي ده، مش عارف الدكاتره ايه اللي جاله في التراكمي ده، دوس بيطلع غلط.
اتفضل خش. ما هو دكتور ده يعني طبقا لكلامك الدقه في ان المريض نفسه يقول المعلومه بدقه، لا زي مش كده، 6 شهور او 3 شهور. احنا دلوقتي قلنا ايه، في ناس بتاخد الطب القراءه، الجماعه اللي هم خد بكالوريوس وعرف يقرا ويكتب طب، فبيقرا مصادره كلها قرايه. احنا خبره صح مع علم صح، هم دول يلعبوا بقى جنب الحيطه يعني، واخدينها شفوي هو عارف نفسه شافوي. يلعب جنب الحيطه خلينا ساكتين عليه. طيب الاستاذ ايام الغربيه، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا استاذه ايه. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا ايه، مرحبا. لو سمحت يا دكتور، انا حامل في نص الثالث. حامل في نص الثالث؟ حامل في نص الثالث. ماشي. والهيموجلوبين عندي 9.5، وباخد حاجه اسمها ريجنافيت وديبوفيت حقن، واللي هو الفوليك اسيد. جميل. وبمشي بعلاج لضربات القلب، دي ضربات قلب سريعه. طيب انت كان عندك قبل كده، قبل ما يجيلك الانيميا دي، قبل الحمل كانت موجوده ولا بعد الحمل بس اكتشفتيها؟ لا انا عندي الانيميا طول الحمل، وده ثالث حمل ليا. في الحملين الاولين كنت باخد دم. طيب كانت قست دم عندك انيميا مزمنه بهذه الصوره، قست الحديد في الدم صح؟ ايوه. لا مش فاكره، انا اخر مره عامله صوره دم كامله. لا ما هو صوره الدم حاجه، النقص الهيموجلوبين ده له حوالي 40 سبب. تمام. يعني الانيميا حوالي 40 سبب. Yeah. كل اللي قاعدين يكتبوا حديد يقول لك كل، فانا شايف ان حضرتك لازم تقسيل الحديد زي ما قلت لزملاتك، ومبدئيا لحد الحديد نزود الكبده والكلى واللحوم الحمراء، دي فيها حديد حلو قوي طبيعي، وان حاله ما تبقى بتبلغينا بيهم ان شاء الله. شكرا شكرا. طب يا دكتور ايه افضل نوع حديد اخده في اول انا اخشى اديك حديد يكون غلط، لان في اسباب كتير للانيميا بتماثل الحديد وهي مش ناقصه حديد، وهنا مع الحمل بالذات يبقى في خطوره. الف سلامه. شكرا استاذه ايه. شكرا استاذه. طبعا انا بنقول للساده المشاهدين اكيد شايفين الصوره الخلفيه للدكتور محمد سعد حامد، والقناه كونسولتو بنوه تاني انها تبقى يوم الخميس ان شاء الله الساعه 9 مساء، واكيد كلنا عارفين يعني حتى اللي مش عارف يستعين بالجيل الجديد اللي ليه في التكنولوجيا واي تي، حتى ولو اول حلقه، وبعد كده هناخد على ايه، لان العالم كله على والصفحه على، واكيد اكيد ان العالم كله دلوقتي شغال بالنت والتكنولوجيا. يعني هو بص برضه ايه نقولها تانية زي احنا بندي. اتفضل اتفضل يا دكتور. هو بيبقى فيه اللي هو العلامه اللي واخد بال حضرتك بتاعه اليوتيوب اللي هي عليها ايه بلاي دي، او صح. يعني ده الحمره دي يضرب تمام. عليها وبعدين يبحث البحث، ما يكتبش كونسولتو، يكتب قناه كونسولتو زي ما هي موجوده على الشاشه ورايا هنا. لا بس ممكن احنا برضو يمكن هنا كلمه قناه تبان ان هي، هو الراجل حاططها بين قوسين وزي الفل صح، بس يختلط الامر. انت سيادتك في بعض الحاجات يقول لك جود نيجاتيف، يعني ايه في الطب؟ يعني انا مثلا لو حد دواء مرتين في اليوم قبل الاكل، ولو خده بعد الاكل هيبقى فيه مشكله، لازم اقول له مرتين قبل الاكل كفايه؟ لا طبعا. مش بعد الاكل، مش بعد الاكل. يعني افرض انا بعلم واحد يضرب نار تمام سيادتك، فاجي اما اجي اقول له انت حطيت الرصاص جوه المسدس، لازم اقول له تبقى التامين حاطه صح، مش التامين كده، لازم اكد المعلومه العكسيه في بعض الخطوره اللي هي لما ياخدش باله. كلام سليم. اخبار حضرتك. طيب ناخد اتصال اتفضل. تاني استاذ ايمن من محله الكومرة. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك معاك يا فندم. اتفضل. ازيك حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. ربنا يبارك فيك، منور الشاشه يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا فندم. حضرتك انا فجاه كده كان جالي دور برد، رحت خدت حقنه، ببص حللت كل حاجه كله سليم، قال لك حل الكورتيزول، لقيته ايه؟ طلع اقل من واحد. ماشي. اقل من واحد يا دكتور. الكورتيزول. رحت الدكتور اداني كورتيزون 2.2 مللي، مشى ووصلت النتيجه الحمد لله. كان وصلت يعني 11 و12 و13 صباحا ومساء. اداك اسمه الدواء؟ اسمه ايه الدواء؟ نعم هدى الصماط. لا اسمه الكورتيزون، اسمه ايه اللي خده لك؟ كورتيزون. ماشي 10 مللي ولا كام؟ 2.2 مللي او 1.
فمشت والنتيجه وصلت 15.2 من 10 بي جي ام ال و19.4 من 10 و17.9 من 10 و12.1 من 10. فقال لي ما عندكش حاجه انت خفيف. وبعدين وقف لك وقف لك الكورتيزون ولا ما وقفوش؟ وقفوا فورا. هو ما كانش عندك نقص كورتيزون اساسا. نعم؟ ما كانش عندك نقص كورتيزون اساسا. امال النتيجه طالعه اقل من واحد. الكورتيزون من التحاليل الصعبه جدا ان تطلع دقيقه. ولازم الواحد يتحرى الجديه والدقه فيها ويعيدها اكتر من مره. طب كنت انا واقع خالص ما فيش نفس ولا اي حاجه خالص. نص الناس نفسها ما بيطلعش. مش معنى ذلك ان عندهم نقص كورتيزون، ولو كان عندك النقص ده ما كنتش خفيت خالص. طيب ما انا لسه تعبان لغايه دلوقتي، رحت للدكتور تاني فادتني 5 استنى مللي. لا استنى 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 نعم؟ انتظر. يعني انت حضرتك الكورتيزون لما قسته طلع 15 وكنت خفيته وبقيت كويس؟ لا خفيت يوم ورجعت تاني تعبان واقع خالص. الكورتيزون ما بيروحش من يوم واتنين، ده انت عشان تبدا العلاج ويعلى يقعد له اسبوعين ثلاثه، عشان توقف العلاج يقعد له اسبوعين ثلاثه على ما يقل، يعني القصه كلها كد في كد. ها عايز تقول ايه بقى؟ طب اعمل ايه حضرتك دلوقتي؟ الاعراض اللي عندك مش نقص كورتيزون، ومع ذلك هاخدك على قد مشكلتك. هتقيس حضرتك الكورتيزون الصبح الصايم، يعني الصبح الساعه 8 او 6 الصبح او 8، وتقيسه العصر الساعه 3. والمعمل اللي انت هتقيس فيه انا مش هاخد بكلامه لو مش ماشي. ضغطك كام؟ لسه قايسه دلوقتي 106 حاجه و70 والنبض بيوصل 90. اما اسال سؤال تجاوبني على قده لو سمحت، وزنك كم كيلو؟ وزني حوالي نحيف جدا، انا عندي 45 سنه، وزني حوالي 50 كيلو. طول عمرك وزنك قليل كده؟ كان عندي اضطراب في الغدد الصماء وانا صغير. ما هو الاضطراب ده بقى كلمه غدد صماء، احنا عندنا يجي 12 غدد صماء، انا هنقي منهم بقى نهين. ايوه طبعا، اعمل ايه يا دكتور الله يبارك لك. طيب يعني انت اعمل الكورتيزول الساعه 7 الصبح والساعه 3 العصر، واعمل البوتاسيوم نسبته في الدم قد ايه، وقيس السكر الصايم برضه، وبلغني الاسبوع الجاي ان شاء الله. 90 100. ما هو 900 طبيعي. في سواد في جسمك؟ ايوه سواد، جسمي بيسمر. ايوه بيسمر. ايدك بتسمر ولا جسمك كله؟ ايدي وجسمي كله، تحس ان ايدي بتتقلب للون الوردي. وردي انت زي العسل. ايه اللي يزعل في كده؟ لا السواد يعني اعراض اديسون. لا اديسون يعني لون اسود او بني غامق. لا يعني مش اسود، يعني مسمار مش زي جتتي قوي يعني. لا ما انت قريت، انت برضه هنشتغل في الطب القرايه ده، يبقى مش هنخلص. انت طيب يا دكتور ايه الصح اعمله؟ اعمل اللي انا قلته دول، واخد بالك؟ بس مش عايزين البوتاسيوم وقيس الكورتيزول الساعه بس 7 صعب جدا، ده اول حاجه المعمل بيفتح 9 يا دكتور. لا يبقى شوف معمل يفتح لك مخصوص الساعه 7 الصبح والساعه 3 العصر. واما تروح استنى اقفل واسمع من التلفزيون. اقفل التلفزيون. شكرا استاذ زايم، شكرا. اصل الجماعه بتوع المعامل دول برضو، الجماعه بتوع المعامل. اتفضل يا دكتور. خد بالك هي الطب يا جماعه مش ورقه وقلم. هو قرغ اديسون وبيسمع اديسون، والجدع اللي بيبيع بطيخ التاني ده اللي يقول لك اخفف الكلى واخفف واضرب الودع. تمام. خد بالك مش قرايه. صح. هو بيروح عندك دلوقتي الكورتيزون ده بيزيد مع المجهود، بيزيد مع الزعل، بيزيد مع اي انفعال. حادثاته هيطلع من البيت يروح على رجليه او يركب اي حاجه وينزل ويطلع يقيسه ليه كويس. تمام. ويروح المعمل يقعد هناك ساعه ما يتحركش، وبعد كده يعمل التحليل. وبعدين يعمل التحليل برضه العصريه نفس الكلام. لازم يقعد. طبعا المعمل مش في دماغه القصه، هو عايز ياخد العينه وياخد اللي في نصيبه ويمشي. ما دي مشكله دي يا دكتور. وبعدين لو طلع واضح احنا لنا شغل تاني لسه هنعمله، ما خلصناش على كده. يا دكتور يعني الكلام اللي انت بتقوله كلام خطير وقيم، ودي فايده ان المشاهدين والمرضى لازم يتابعوا الدكتور محمد. يعني احنا معانا اتصال تاني. الحاجه نعمه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حاجه نعمه. اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور محمد، انا حللت سكر صايم وسكر فاطر،
الصايم 129 والفاطر 135، وانا وزني 88 وطولي 156. برافو. فانا بحس بسيبان كده في جسمي ورعشه، ده من ايه يا دكتور؟ لا بصي، انت تحليل السكر اللي انت عملتيها دي لو انا هاخد بيها تقريبا ما عندكيش السكر. الحمد لله. الحمد لله. خسيتي اخر 6 شهور؟ انا من شهرين كده حاسه ان انا بنزل. انا كنت حاجه و90 بقيت 88. يعني حاجه كنت كام يعني؟ 91.5. 95. يعني نزلت سيادتك 6 كيلو او 7 كيلو في قد ايه؟ في شهرين كده. عامله رجيم ولا نزلوا لوحدهم؟ لا لوحده، عشان انا عندي ارتجاع من المريء على طول، برجع وجع في معدتي. طب ما ده في حد ذاته يخسسك. بس انت دلوقتي حضرتك ما فيش نشفان ريق ولا بول كتير ولا حاجه من دي؟ لا 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 ما فيش، بس هو سيبان ورعشه بس في جسمي. لا الرعشه ازاي يعني؟ يعني كل يوم، كل دقيقه، كل ساعه؟ لا يعني مرة واحدة في اليوم كده احس جسمي سايب كده وايدي بتترعش. انت قلت لي سنك كام سنة؟ 53. في حد مزعلك اليومين دول ولا حاجة؟ انا عندي ارتجاع المريء يا دكتور. ليه انا مال المريء ما بيعملش رفشة الايد يا استاذة؟ في حد، في حد شدد لك اعصابك؟ انا زعلانة شوية يا دكتور. طب هتاخدي حاجة اسمها اندرال 10 مللي جرام، حباية الصبح حباية بالليل، وان شاء الله نبقى كويسين. الف سلامة. شكرا يا حاجة نعمة، بالتوفيق ان شاء الله. فاحنا بنتكلم تاني على، احنا معلش عندنا خط واحد بس، بنقول للسادة المشاهدين الخط الواحد ده بيخلي خط تليفون واحد يعني. صح. فيا دوبك العيان يعدي والتاني يبقى وراه، ما يتصلوش طول ما حد بيعلق معايا على الهوا يا جماعة. والله يا دكتور برضو يعني ما هو حضرتك هيتصل عليه متصل هيلاقيه مشغول. صح. اول ما يقفل معانا هم التاني يدخل بقى هو ونصيبه، اللي يلقط معانا زي السمكه. وده يعني في مساحه ان حضرتك تتكلم برضو الكلام القيم ده غير كده يعني. لا ما عشان كده برضو احنا يوم الخميس ان شاء الله الساعه 9 مساء هنبقى انا وانت قاعدين بقى، يعني ايه هيبقى في راحه شويه. في راحه، بس احنا برضو هنعمل اليوتيوب ده اللي هي القناه بتاعتنا قناه كونسولتو. عاده الناس بتاخدها شات يعني بيكتبوا. تمام. انا برضو هيبقى تليفون حضرتك ويتكلموا معانا، ومن خلال التليفون نقدر نتحاور ان شاء الله وكانهم معانا على الهواء بالظبط. وبعد شويه بدل ما يبقى البرنامج ساعه نخليه ساعه ونص. تمام. نخليه مرتين في الاسبوع يعني. الخدمه المجانيه احنا يا جماعه برضو معلش انا عارف ان معاك اتصال كتبت. لا مفيش مشكله، مفيش مشكله. احنا لا بنعمل عشان شهره ولا عشان ناخد فلوس منكم ولا عشان تيجوا تكشفوا عندي ولا الكلام ده خالص، بل بالعكس. تمام. كتير جدا بيتصل احنا بنرفض ده اكيد، وعلى ايديا طبعا. مش عاملينه دعايه خالص. صح. احنا عاملينه عاوزين نعالج بقدر المستطاع بالمعلومات اللي نقدر ناخدها منكم من غير ما ندفعكم حاجه، لا لنا ولا لغيرنا. يعني الساده المشاهدين في ايه اكتر من كده؟ الحمد لله والله. نعم. استاذ سعيد من البحيره، السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم، ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سعيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور معاك يا استاذ سعيد. الله يكرمك. بقول لحضرتك ماشي يا باشا، انا لما المدام عندي عامله عمليه من حوالي 20 سنه. استاذ سعيد لو سمحت بس ابعد عن التلفزيون شويه. نعم؟ ابعد عن التلفزيون شويه او وطيه. سامعك بس وطي التلفزيون او ابعد عنه. وطيته خالص ماشي. تمام. حضرتك كانت شايله الرحم، كانت بتقول شايله الرحم من حوالي 20 سنه. وفترة الدم ياما. وجالها خلل في الغده الرحميه. تمام. استنى استنى، يعني هي بعد ما كانت حامل وشالت الرحم ولا من غير حمل؟ لا شالت الرحم مع الحمل. يعني هي استنى بس بالراحه يا ست، ادام جبت سيره الغده النخاميه يبقى لازم النزيف حصل بعد حمل. بالظبط كده. تمام. هبقى اسال الاستاذ حسام، بلاش اسالك انت بعد ما تقفل. انا عرفت ازاي؟ هبقى اساله هو. بس دكتور انا دكتور شفوي. لا لا بص انت دكتور بتقرا. ايوه. اتفضل. تمام. اتفضل. عندها الغده النخاميه بتاخد علاج، بتاخد علاج التروكسين 100. التروكسين 100 ماشي. التروكسين 100. وعندهاش، عندها الكورتيزون في جسمها قل خلاص، يعني النسبه بتاعته صفر 0.01. ما تمام. بتاخد السكرتين عاده. ماشي ماشي.
وبتاخد كورتيزون عشان الضغط على طول دايما واطي. طيب السؤال بقى ايه المطلوب؟ ما انت كويس اهو. المطلوب ان هي حاليا اليومين دول حللنا الغده لقيناها حضرتك حوالي 98. تي اس اتش، انا عارف كلمه الغده عندكم تي اس اتش. تي اس اتش وتي 4. موافقين. اوكي. تي 4 عامل 8 و84. طيب السؤال برضو. السؤال ان هي كان جالها اليومين دول نوم على طول، نايمه ليل ونهار. طيب يعني انت بتقول نزود الكورتيزون التروكسن ولا الخليه زي ما هو؟ بالظبط. طيب اللي هي ما بيجيلهاش نوبات اغماء ولا وهن ولا ضعف؟ لا هي هزلان على طول ودايما عايزه تنام. طيب اتفضل اقفل واحنا هنكمل. شكرا يا استاذ سعيد، شكرا. هو دلوقتي عندنا نقص يا استاذ حسام، الغده النخاميه. والغده النخاميه هنا احنا بنعالج ثلاث حاجات. تمام. بنعالج بالكورتيزون الغده الكظريه، والغده الدرقيه بالالتروكسين، وبنعالج لو هي عايزه الدوره تجيلها فبندي حبوب زي منع الحمل وما شابه عشان الدوره تجيلها لو كانت سنها صغير. تمام. طبعا السن واضح انها عدت، يعني لانها من 20 سنه عامله شيل الرحم، قول كان ساعتها مثلا 25 بعدها 45، مش هندي الكلام ده. تمام. طيب هنا هندي، هي محتاجه الالتروكسين اللي هو بتاع الغده الدرقيه. بس انا لو اديت الالتروكسين وفي نقص جديد في الغده الكظريه مش متعوض كويس، هيبقى خطر عليها هي وعلى تماسكها. فانا هبقى حريص شويه. يعني عارف هي لو ما عندهاش الكورتيزون ده وقصه الكورتيزون، هقول لها خدي 300 الالتروكسين، يعني ثلاث حبات. دلوقتي يا اخي ابدا بحبايه ونص، او في حبايه 100 وحبايه 50 لمده اسبوعين او ثلاثه، وبعدين خليهم حبايه 200، يعني حبتين 100 يبقوا 200 ثلاث اسابيع تاني، وبقى اتصل بينا ونشوف هنظبط الكورتيزون ازاي، لان القصه انا ممكن اضيع الحلقه عليك. تمام. لا يوصلنا بقى على على قناه كونسولتو. ده احنا فضلنا له برضه. طيب. ناخد الحاج رجب. اتفضل. لا رجب. حاج رجب سلام عليكم. سلام عليكم يا استاذ حسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج رجب تحياتي للدكتور، وربنا يجعله في ميزان حسناته كل اللي بتعمله. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. الناس بتستفيد منكم كثير، جو بالذات الصعيد. والله يا دكتور يا والله اهلنا في الصعيد الحقيقه. يعني عارف انت حاج رجب، يمكن هخرج عن الحلقه بس انت عشان انا بحبك، يعني احب اتكلم معاك. المفروض اساتذه الطب اللي احنا بنعينهم او بندوم الدرجات العلميه من مدرس لاستاذ مساعد ومن استاذ مساعد لاستاذ، بدل ما يعمل ابحاث ما يستفادش بيها في بلدنا الابيض كده والاسود، يروح يخدم في المناطق دي. يعني يخدم مثلا 3 شهور في السنه احسن من الابحاث. طبعا يروح يخدم ويعلم الدكاتره وكده. اتفضل يا حاج رجب تحت امرك. والله ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا دكتور محمد. عاوز اعرف حاجه، النخرس عندي انا رحت للدكتور واداني علاج نخرس حاجات 300 علبه خضراء كده وفورات، وبعد كده رحت للدكتور ثاني عمل لي تحليل لقي 7. قال لي يا ابني انت ما عندكش نخرس، انت ممكن يكون عندك زيف في القنوات العصبيه الشوكيه هي اللي عامله السخانه اللي في رجلك. هو انت بتشتكي من ايه اساسا يا حاج رجب؟ سخانه ليها 4 سنين في رجلي. طيب احنا بص بقى يا عم رجب، هتعمل حاجه اسمها الفحص الكهربي للاعصاب الطرفيه للقدمين. الفحص الكهربي للاعصاب الطرفيه في القدمين، واتكلمنا الاسبوع الجاي. نعم ان شاء الله. الله يبارك لي فيك يا دكتور. ابو فيك يا فندم، الف سلامه. شكرا. شكرا يا حاج رجب، ربنا يديك الصحه والعافيه. لسه بقى لما المتصل التاني يجي. اتفضل. ما احنا ما هو من ساعه ما ابتدينا والله دكتور اهو ما وقفناش. لا زيد مش واخد بالك، هو ايه، هو خط واحد يعني. أيوة. عمك رجب قفل دلوقتي، اللي وراه هيلقط. هيلقط هو بقى ونصيبه، عامل زي ما يكون مثلا 12 سمكه على الصناره، واخد بالك، كلهم بيروحوا داخلين على الصناره، ممكن الصناره تقطع. لا ما ان شاء الله نبقى في انتظارهم بقى على قناه كونسولت يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اللي احنا قلنا حضرتك اما بيقيسوا السكر التراكمي، السكر التراكمي ده بياخدوا بيه زياده عن اللازم. احنا ما ننساش الجهاز الرخيص، يجيبوا جهاز رخيص في ساعات بيبيعوه على الشرايط، يعني يقول لك خد شرايط خد الجهاز ببلاش. تمام. احنا نجيب الجهاز ده حضرتك ونحلل. خلاص اتفضل.
ماشي. ناخد مدام تحية عوض. السلام عليكم. ايوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا مدام تحية. أنا أهلا بيك يا مدام تحية. أنا يا دكتور رجلي لما رجل سيادتك إيه؟ أيوه يا دكتور. بتنزف؟ رجلي بتترعش، صبع رجلي بترعش وبيسمع في وركي من فوق بوجع جامد. وما بقدرش أقف على رجلي. سنك كم سنة يا فندم؟ مدام تحية، مدام تحية لو سمحت بس تبعد عن التلفزيون أو توطيه عشان نعرف نسمعك. سمعني؟ عندي 65 سنة. 65 سنة. خمسة. قولي لي يا فندم وزنك كم كيلو؟ 8. طيب انت بتقولي رجلك ولا صباعك اللي في رجلك هو اللي بيرتعش؟ وركي بوجعني من فوق. ايوه. بيسمع في صبعي من تحت برعش. الفخذ من قدام ولا من ورا؟ لا من ورا يا دكتور، بفخذتي من ورا. في الم في العصعصه من فوق كده في الظهر من ورا؟ لا مش الظهر، تحت. ما انا عارف والله ان هو فخدك من الخلف. ايوه. بيسمع بقى بوجع في جنب كده في فخدتي من فوق برق الصبع الكبير. انا بسال سؤال، في ظهرك في الم؟ السلسله فيها الم؟ لا. او اي حركه ما فيهاش الم؟ الالم ده بقاله قد ايه؟ بقاله اسبوع بس. طيب بس انت سنك كبير فبخاف اديكي بعض الادويه ممكن تضر. فهناخد حاجات خفيفة قوي كده، يعني زي كيتوفان 50 ملي جرام حباية بعد الغداء لمدة اسبوع بس هتخف ان شاء الله. الف سلامة. شكرا شكرا مدام تحية. على ما تصنرت تاني اسبوع. لا لا الحمد لله. الخير كتير. هو مش القصد. الخير كتير. فهو السكر التراكمي واخد اكتر من حقه. تمام. فانت مثلا دلوقتي حضرتك بيشخصوا بالمرض، انا مش موافق انه بتشخص بالمرض. التشخيص الاساسي هو السكر الصايب وبعد الاكل بساعتين. وكتشخيص قبل ما يعمل التحليل ده لازم يقعد 3 ايام ياكل اكل طبيعي. في نشويات عاديه خالص، رز ومكرونه وبطاطس والكلام ده كله. واخد بال حضرتك؟ فاما يقعد يصبح الصبح بعد 3 ايام من الاكل الطبيعي ياخد عينه في البيت بجهاز بتاع حد صاحبه او قريبه. تمام. ما يروحش المعمل، لان ما هيروح المعمل السكر هينخفض من المجهود اللي هيعمله. فممكن يبقى يكون السكر بتاعه الصايم مثلا 170 180، اما يركب حاجه او يمشي ويطلع المعمل هيستهلك السكر يطلع 110. صح. واحنا ما نعرفش نشخصه. طيب خد العينه في البيت وده افضل حاجه. المفروض ياخد 70 جرام جلوكوز بودره. ده موجود في الاماكن اللي هي بتبيع مستلزمات طبية، او ياخده من المعمل يشتريه. هاي. لان هياخد نص كيلو يعمل به ايه؟ ده احنا عايزين 70 جرام اكيد. يخبر حضرتك. طب افرض مش كده، ياخد ازازتين كوكاكولا بيبسي يعني، او كوكاكولا يعني. تمام. ازازتين بس. بس يا دكتور انا زي ما انا شايف كده انك انت يعني حضرتك حريص جدا على التشخيص. على التشخيص وعلى بيغلطه. المريض اتمنى ان كمان المريض يبقى حريص على ان يلقى المعلومه الصح والمفيده بحيث انك انت تقدر تساعده. لا اصل هو بص يا حسام، من تحاليل وكله يعني لا شك ان المراجع الطبيه مهمه جدا اللي احنا بنحطها، بس كل بيئه وفيها اخطائها. يعني لو انت جبت دكتور مثلا منين وهو عبقري زمانه، لو جه في الطب في مصر هيفشل. والعكس صحيح، خد حد منا وديه مثلا موزمبيق، دولة تانية، دولة تانية حتى تكون اقل منا في المستوى العلمي يفشل. طب ايه السبب يا دكتور؟ ان كل الطب بيتخير على حسب المناخ العلمي والبيئي بتاع البلد. صح. يعني مثلا بلد بتاكل رز كتير، بلد عندها بلهارسيا، يعني احنا بلدنا فيها فيروس سي والبلهارسيا، اول حاجة للقولون والكلام ده ممكن يكون بلهارسيا. تمام. بره في اوروبا سرطان القولون وامريكا. صح. فالطبيب اللي هو اجنبي مش هتيجي في دماغه حكايه البلهارسيا دي خالص، تيجي في دماغه سرطانات القولون.
تمام. والعكس صحيح، الطبيب المصري لما يروح هناك مش هيجي في دماغه سرطان القولون الا ما يقعد هو يذكر نفسه يعني لازم. لكن احنا هنا بقينا بالصليقه، ولذلك الطب هو طب بيئي يعني كل تمام. بيئه لها امراضها الشائعه. جميل. ناخد ال 30 سنه يا دكتور. احنا هنوي برضه ان شاء الله على البرنامج بتاعنا اللي هو ان شاء الله قناه كونسولتو على اليوتيوب. هنذيع اول بس تجريبي يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 9 مساء انا وانت، وهنكون هنقول لهم على التليفونات تتصلوا بينا. النقطه المهمه ان احنا البرنامج ده احنا مش عاملينه عشان نروج ترويجي لنا احنا، عشان مثلا عيانين يجوا لنا او نشتغل. صح. مش وارد خالص، ومش عايزين حد يجينا من الجزء. وهيبقى نفس الرساله او نفس اللي بيحصل في الحلقه دلوقتي هو اللي هيحصل على قناه كونسولتو. ان شاء الله. واللي مش قادر ان هو يقدر يتعامل مع النت او اليوتيوب، يا ريت يبقى قاعد عنده ابنها حد يكون فاهم شويه. نعم. عشان يقدر يوصل لينا. برضه عايز اقول اضيف برضه حضرتك ان انا من خلال التليفونات بنسبه 90% بنجح وبطلب تحاليل، بس الله. النهار ما هحتاج اشوف عيان يبقى هعمل حاجات غاليه جدا انا مش عايز اكلفه فيها. لا لا لا، فيحاول هو يصبر معانا شويه. طيب ما يطلبش ان احنا نكشف عليه، لان احنا نكشف عليه هنكلفه جامد. دكتور محمد انا حاسس ان الحلقه كانت كويسه. كانت 10 دقائق من الساعه. الحمد لله. الله يخليك على طول. الحلقه جميله ومعلومات جميله. هي هتتزع تاني زول الساعه 1 الصبح تقريبا. بتتزع 1 الصبح وتقريبا بتتزع مرتين يعني، وبتتحط اظن على السايت بتاع القناه من بكره تلاقيها موجوده ان شاء الله. ان شاء الله يعني على اليوتيوب. على اليوتيوب يلاقوها برضو موجوده على اليوتيوب. طيب استاذنك اختم. اتفضل يا فندم. اعزائي المشاهدين، وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسول تيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والانتباه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.